مرحبا، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين إلى موقع الإنترنت فنجان.com. هنا آفي معكم. اليوم بدي أحكي شوي عن موضوع المباحثات، المفاوضات المباشرة بتبلش قريبا بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. اليوم ألف الصحفي الإسرائيلي المشهور نحوم برنيع في مقال في جريدة ידיעות אחרונות، يقول في هذا المقال أنه توقعات الإسرائيليين بالنسبة لهذه المفاوضات مش مرتفعة، وهو برأي محق. حبيت شوي أشرح الموقف الإسرائيلي بالنسبة لهذا الموضوع. خلال الجيل الأخير صار تغيير بارز في الرأي العام الإسرائيلي بالنسبة لموضوع مسيرة السلام والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أغلبية الجمهور الإسرائيلي بالفعل فهموا أنه الحل الوحيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو عن طريق المفاوضات وعن طريق التنازلات، وحتى إذا بتكون تنازلات مؤلمة. وبالفعل دليل ذلك عام 2005 انسحبت دولة إسرائيل بشكل شامل من قطاع غزة، ورئيس الحكومة الإسرائيلية أداك الوقت أرييل شارون اللي خطط ونفذ هذا الانسحاب هو كان نفس الزعيم اللي 25 سنة قبل، يعني بآخر الثمانينات، كان يعارض أي فكرة للانسحاب الإسرائيلي مهما كان من الضفة الغربية أو من قطاع غزة وإلى آخره. التغيير اللي صار بموقف أرييل شارون كان تغيير رئيسي، لأنه هو فهم التغيير اللي صار بالرأي العام الإسرائيلي. الجمهور الإسرائيلي من ناحية طبعا يدعم موضوع المفاوضات، مستعد أن يقوم بالتنازلات المؤلمة من أجل سلام حقيقي، أما من ناحية ثانية هناك مخاوف عند الجمهور الإسرائيلي، وخاصة بكل ما يتعلق بموضوع الأمن. هذه المخاوف هي نتيجة للتجربة المرة اللي صار فيها الجمهور الإسرائيلي، خاصة مشكلة المنتحرين الفلسطينيين وصف المدن الإسرائيلية بالراكتات والصواريخ من قطاع غزة عن طريق الفصائل الفلسطينية المتطرفة. الجانب الفلسطيني أكبر التحدي اللي بيواجه اليوم الشعب الفلسطيني هو برأيي طبعا الانشكاك، الانفصال الفلسطيني الداخلي بين الجهات المختلفة، السلطة الفلسطينية اللي بتحكم الضفة الغربية وحكومة حماس المكائلة اللي بتحكم قطاع غزة بعد انقلاب الدموي على قطاع غزة في عام 2007. فالانشكاك الفلسطيني الداخلي مش بس فقط انشكاك سياسي، بل هو طبعا انشكاك ايديولوجي. حماس ترفض اي فكرة مفاوضات مع إسرائيل، وهي طبعا مش مستعدة للاعتراف بحق قيام إسرائيل. في السلطة الفلسطينية هناك جهات اللي هم مبدئيا مستعدين بالقيام بالمفاوضات. حسب رأيي الشعب الفلسطيني لسه ما أخدش القرار الحاسم النهائي إنه هو مستعد يقوم بالتنازلات. مشان ناخذ خطوه ايجابيه لقدام لابد من ان يكون استعداد على الجهتين للقيام بتنازلات، وحتى هذه التنازلات احيانا بتكون تنازلات مؤلمه. من ناحيه ثانيه برايي طبعا مفاوضات ومباحثات دائما مهمه ومرحب فيها، وطبعا شيء ايجابي. واذا راح تكون برايي مستوى التوقعات مش خيالية بل راح تكون عملية، نتيجة المفاوضات إن شاء الله مبدئيا راح تكون أو تقدر بتكون نتيجة إيجابية، حتى إذا مش راح تنتج باتفاق أو بعقد شامل، لأني حسب رأيي الوقت لسه مش مناسب. ولكن إذا راح بتأسس الأساسات أو بتثبت الأساسات الإيجابية للمراحل القادمة، طبعا هذا شيء مرغوب ومهم جدا. المفاوضات اهميتها انه هي طبعا بتعطي امل للاجيال القادمه، ويجب انه الجهتين الشعب الاسرائيلي والشعب الفلسطيني يعطوا الامل للاجيال القادمه، والامل هو بس عن طريق المفاوضات وعن طريق التفاهم والحوار بين الشعبين، وعن طريق الاستعداد للقيام بالتنازلات. فإذا
من هنا أفي موقع الإنترنت فنجان.com، أتمنى لكم تحية طيبة وإلى اللقاء.